السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو نعم، سمحت يا شيخ، الفلوس اللي بتدفع للوظائف حلال ولا حرام؟ إذا وظائف حكومية وظائف المعاهد، فلوس المعاهد. لا تختلف، تختلف فلوس المعاهد عن فلوس الوظائف الحكومية الأخرى، لا، لأن أمر المعاهد المعهد معلن واضح. يعني أمر المعهد يعلنون في القرى أو في بعض المعاهد من يدفع 20,000 جنيه سيعين مدرسا، إعلان واضح، ليس خفي، ليس كلها مدرس ولا ناظر ولا مدير. لكن الوظائف الحكومية والتي تحتاج إلى منافسات لاختيار الأكفأ هي رشوة وحرام. أما إذا كان الأمر معلن لن يعين شخص مثلا إلا إذا توفرت فيه الشروط، ومع الشروط يدفع مبلغ مساعدة للمعهد، تختلف المسألة. بارك الله فيك. جزاك الله وإذا خير. كانت رشوة لا تجوز بلا شك. السلام عليكم.